تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا الآن توديع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لشقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والذي كان في زيارة إلى مصر وتم خلالها عقد مباحثات قمة بين الزعيمين. وتأتي هذه الزيارة وتكتسب أهميتها من الأهمية الخاصة للعلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وعمان، نظرا للدور الإقليمي المهم الذي تؤديه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة. جدير بالذكر أن اتفاق الرؤى بين البلدين حيال الأزمة الأخيرة في قطاع غزة كشف عن أهمية دورهما في رسم خريطة الطريق لإنهاء الأزمة عبر الحلول السياسية، والتأكيد على ثوابت مواقف مصر والأردن من رفض التهجير وضرورة وقف العدوان على قطاع غزة.